كما جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم داعيين المولى تعالى ان يعيد هذه المناسبه الكريمه على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات